السلام عليكم حبيباتي الحوامل، أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. اليوم سنتحدث عن حركة الجنين والتي تنتظرها كل امرأة حامل بفارغ الصبر، وتعتبر اللحظات الأكثر إثارة خلال فترة الحمل هي عندما تشعر الأم الحامل بحركة طفلها الأولى وهو داخل رحمها. إذن متى تبدأ الحامل تحس بحركة الجنين الذكر؟ ومتى تبدأ تحس بحركة الجنين الأنثى؟ وأين تكون كل واحدة منهما؟ ومتى تزيد الحركة ومتى تقل؟ كل هذا سنجيب عليه بالتفصيل، فتابعي معنا. لكن قبل أن نبدأ عزيزاتي، أدعوكم أن توصلوا الفيديو لألف لايك، فهذا يشجعنا ويحفزنا لتقديم المزيد من الفيديوهات. تبدأ حركة الجنين الأولى داخل رحم أمه ما بين الأسبوع السابع ومنتصف الأسبوع الثامن، وهي بالطبع حركة غير محسوسة لدى الأم والتي يتمكن الطبيب من مراقبتها، وهي عبارة عن حركة فجائية تستمر من ثانية إلى ثانيتين تقريبا. إذن متى تبدأ الأم تحس بحركة الجنين الذكر؟ تبدأ حركة الجنين الذكر في وقت مبكر من الحمل مقارنة بالجنين الأنثى. تبدأ الأم تشعر بحركة الجنين الذكر في الشهر الرابع ولدى بعضهن في أواخر الشهر الثالث. أيضا حركة الجنين تعتمد بالأساس على عمر ومرحلة نمو الجنين، والتي تتفاوت من جنين لآخر لأن بعضهم يختلف عن غيره من ناحية النشاط والحركة. تلاحظين أيضا أن نبضات الجنين الذكر وحركاته تكون أقوى قليلا من الجنين الأنثى، فتكون حركته في صورة ركلات خفيفة بأطرافه الصغيرة. والمعلومة الأهم عزيزتي أن حركة الجنين الذكر تتميز بكونها قوية وقليلة، وتتركز بشكل أكبر في الجزء العلوي من البطن. فيما يخص حركة الجنين الأنثى، متى تبدأ؟ يتأخر شعور الأم بحركة الجنين الأنثى مقارنة مع الجنين الذكر. تبدأ الأم تحس بحركة جنينها الأنثى في الشهر الخامس، كما أن حركتها تكون خفيفة وضعيفة مقارنة بالجنين الذكر. قد تلاحظين أيضا أن حركة الجنين الأنثى تتميز بسرعتها وعدم توقفها، فتشعرين بها وكأنها تسبح في بطنك، كما أنها تكون أكثر نشاطا. ورغم أن حركتها تكون خفيفة، إلا أنها تكون كثيرة مقارنة مع الذكر، إضافة إلى أنها تكون في الجزء السفلي من البطن عكس الجنين الذكر. ومن المهم عزيزتي أن تهتمي بمراقبة الحركة اليومية لجنينك، والتي هي 10 حركات يوميا. وقد تكون لديك مشاكل صحية تصعب من حركة الجنين، مثل قلة وصول الغذاء الكافي لطفلك، ويحدث ذلك نتيجة لنقص وظائف المشيمة. وفي هذه الحالة قد تكونين معرضة للولادة المبكرة. كذلك عليك بفحص دقات قلب جنينك والتأكد من وصول الدم إليه، وكذلك التأكد من حركته ونموه عبر جهاز الموجات فوق الصوتية. وفي حال تعرضك لمشاكل المشيمة، يمكن لطبيبك أن يأخذ قرار الولادة المبكرة. إذن متى تزيد حركة الجنين؟ تزيد حركة الجنين في حال إفراط الأم في تناول السكريات مثل الحلويات والشوكولاتة وغيرها، وكذلك في حال شرب المنبهات كالشاي والقهوة. تزيد حركة الجنين أيضا عند نومك على أحد جانبيك، كما أنها تزيد على الساعة 9:12 ليلا. أيضا في حال وجود مشاكل في المشيمة مثل نقص وصول الأكسجين إليها، تزيد حركة الجنين وتضطرب. أما بالنسبة لمتى تقل حركة الجنين، فهناك مجموعة من الأسباب تجعل حركة الجنين تقل، ومن هذه الأسباب نذكر: السبب الأول وهو تغير في وضع الطفل، أي عندما يغير وضعه استعدادا للخروج من رحم أمه،
وينقلب في الشهور الأخيرة حيث يبقى رأسه متجها نحو عنق الرحم. السبب الثاني وهو نقص الحديد في جسد الأم وسوء التغذية قد يؤثر على حركة الجنين بنسبة كبيرة. السبب الثالث وهو نقص السائل الموجود حول الجنين والذي يعرف بالسائل الأمينوسي. السبب الرابع وهو عندما يلتف الحبل السري حول الجنين تصبح حركته أقل. السبب الخامس وهو التدخين وتناول الكحوليات. فالأم التي تدخن وتتناول الكحوليات والمهدئات النفسية فذلك طبعا يعتبر سببا من أسباب قلة حركة الجنين. أما السبب السادس فيتجلى في كبر حجم الجنين وهو ما يجعل الرحم ضيقا عليه، ويحدث ذلك في الأشهر القليلة الأخيرة مما يؤثر على حركته كثيرا. وفي حال أنك تعانين من نقص الحركة إليك الآن بعض الطرق التي تساعد في تنشيط حركة الجنين داخل الرحم. الطريقة الأولى وهي تناول وجبة خفيفة. يساعد تناول الأم الحامل للجبن والبسكويت أو الزبادي أو الفواكه أو المكسرات، وكذلك كوبا من عصير طبيعي على زيادة حركات الطفل كونها تحتوي على السكريات والتي تزيد من حركته. الطريقة الثانية وهي التحدث مع الجنين. ففي الأسبوع 16 من الحمل تقريبا يبدأ السمع في التطور لدى الطفل، ولذلك يمكنك التحدث معه منذ هذا الوقت، حيث أنه في الأسبوع 22 سيتمكن من استيعاب صوتك بشكل كبير وغالبا ما يتفاعل معك بالحركة. الطريقة الثالثة وهي تسليط الضوء على البطن. من الممكن أن تستجيب الأجنة للضوء ابتداء من الأسبوع 22 من الحمل، ولذلك من الممكن أن يتحرك الجنين إذا قمت بتسليط الضوء المصباحي على بطنك. وفي حالة شعور الأم بضعف في الحركة ولاحظت سكون الطفل لمدة ساعتين، يجب في هذه الحالة أن تتناول كمية كبيرة من الماء مع الاستلقاء على أحد الجانبين، وفي حالة وجدت الأم الطفل لا يتحرك مدة ساعتين على الأقل بمعدل 4 حركات، يجب أن تلجأ على الفور إلى طبيبها المعالج، فقد يدل ذلك على خطر أصاب الجنين أو مشكلة ما، خصوصا في الثلث الأخير من الحمل، حيث المتابعة المستمرة مع الطبيب المختص شيء لا بد منه ولا يمكن إهماله. كان هذا موضوعنا لهذا اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إلى موضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.